توجد صلاة بلا ألفاظ بلا كلمات، خفق القلب صلاة، دمعة العين صلاة، الإحساس بوجود الله صلاة، كلمات رددها البابا شنودة الذي أصبح في حضرة الله. ولد معلم الأجيال البابا شنودة الثالث باسم نظير روفائيل عام 1923 في محافظة أسيوط في مصر، انكب على العلم والدراسة وتدرج في المراتب الكنسية حتى أصبح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر عام 1971، وهو البابا رقم 117. عمل البابا شنودة على تطوير الكنيسة القبطية، ورغم أنه محب للحياة الرهبانية ويمضي 3 أيام أسبوعيا في الدير، فهو عمل على التقرب من الشباب ورسم أسقفا لهم من بين الأساقف 100 الذين رسمهم خلال باباويته، كما تمت صيامة أكثر من 400 كاهن خلال عهده. ومن إنجازاته أنه أول بابا يوقع اتفاقيات مشتركة مع الكاثوليك والأرثوذكس والكنائس الأخرى. أحب البابا شنودة مصر حتى اعتبرها وطنا يعيش فينا وليست وطنا نعيش فيه. ومن بلاد الفراعنة أعلنت وفاة البابا شنودة الثالث رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن عمر يناهز 88.